السلام عليكم متابعين موقع الطنجاوي. حاليا كنتواجدوا في السوق، اليوم النهار الاخراني، وغنشوفوا الاسمنه واش تغيرت ولا ما تغيرتش. كنشكروا منين طنجه، راه جوزنا معهم الخير. شكون اللي عجبني على هذا السؤال هذا؟ شكون السبب في غلاء الاسعار؟ وواحد بزاف العائلات كنعرفهم ما عايدينش، راه حشومه. الناس تبكي بالدم هنايا الخاوه ديال حاولي صغير 4000 درهم بزاف والله الا بزاف. يا الناس ما باغياش الحاولي اسبانيا، قال لك مأثر بالحلو. صراحه مع العقد ديالي كنقولوا في العشيه في الليل مره غينقص الحاولي. ما كنظنش يا خايبه. يا سلام عليكم. يقول لك واحد مثلا مول المليح باع وراح، دابا تينا بعتي ماشي دعنا الله يجعل البركه، بغينا نمشي للبلاد. وفين تمشي ان شاء الله؟ مشينا لخليفه ان شاء الله. يعني دابا انتم بعتوا كل شيء ما بقى والو؟ لا الله يجعل ما وقع والو. هانيه شحال تكون جبتي من راسك؟ ها؟ شحال تكون جبتي من حاولي؟ جبنا شي 200 وشي 160. تبارك الله كاملين مشاو. واشي مشاو. والعام اللي ما جا غادي تعاود ترجع. ايوا ان شاء الله اذا كان في العمر. ولا طول ربي في العمر واش تكون شي ثمن على هذا العام هذا ولا؟ ايوا الله يجيب الرخا، ما بغيناش هاد الغلا. كان غير شويه هاد الرخا. هاد العام كاين الغلا. كاين الغلا. كاين الغلا. ونتمنوا ان شاء الله العام اللي ما تجي يكون ثمن. ان شاء الله يتاح شويه. وبزاف ديال الاصدقاء ديالي والعائله كيقولوا شكون السبب الرئيسي في غلاء الاسعار؟ ما عرفتش. الحول اللي كان العام اللي فات شريته انا ب 1300 درهم. هاد العام هذا شريته بواحد المنطقه بعيده على طنجه. وباللي فيها شويه زرخه مقارنه بطنجه ب 1800 درهم، يعني بمعنى نقص منها واحد القصار الكبير، بمعنى ان زيدها 500 درهم. هذاك الحول اللي كتباع ب 1800 درهم في القصار، لو كنت الثمن ديالو هنايا كنسقسي دابا كيقول لي 2500 درهم. ما فهمتش هذا، هذه المعادله والله ما فهمتها، ما فهمتهاش. يعني هو كيقول الناس ديال طنجه عندهم فلوس. باش المقوله دابا اللي عليها علي كنشوف، عليها كنشوف هنايا. السؤال الاخر المطروح، الدولة ولا الحكومة كتقول الغنم موجودة ياك، ودعمت هذا الغنم هذه بأنها جابت غنم من رومانيا ومن اسبانيا، يعني الخير موجود. وعلاش هذا الغنم؟ ما فهمتش عليك. ما عرفتش هذا السؤال هذا لما خصنا نطرحه على من؟ شكون اللي عجبني على هذا السؤال هذا؟ شكون السبب في غلاء الأسعار؟ وواحد بزاف العائلات كنعرفهم ما عايدينش، راه حشومة. بحق حنا السبب ماشي انتينك، الشعب هو السبب. وشكرا. تبارك الله. من بعد كان السوق فوقي، دابا هبطوهم من ساحيت حشيما النهار الاخراني، وهنايا النهايه. وانتم كتشوفوا الحوالا هما، ولكن اللي كيشري قليل، ولكن انتم طالبين شي ثمن اللي هو ثمن خيالي. وكنظن الله اعلم يمكن الساعه الاخرى يبقاو عي يبيعوا وصافي ان شاء الله. فين تشبر الطريق من بعد التالي هذاك السيوم؟ غنمشيو الطريق غادي البوميه الى كتر الله يقليم ميدان. اسمع جهاد درعه فيلات الرشيديه. كنشكروا منين طنجه، راه جوزنا معهم الخير. اليوم مهلكونا وداو لينا الخروب بالرخاء. وعيش يا سيدنا وعيش الملك، ولكن الله يعاونكم كاملين. ولكن هذا العام ما كاينش الرخاء. واش مبروكين؟ ايوا بركه خديني، بغيتي تزيد لي هضره نتلف. شو هذا العام كاين الغلا ما كاينش الرخاء؟ لا والله الا كاين هاد اليومين كاين الرخاء اليوم. شحال هذا؟ شحال هذا؟ هذا 250، هذا راه تشرى ملي 280. لا يا ودي دابا راه اليوم كنقول 250 وكنبرع بها. واخا شحال تقدر طيف هذا الحاولي؟ 250. 150 سر مع الامور. راه كاين 210 جمله ما بغيتش. 180 نجمعهم كلهم. ها 180 قال لي كلهم. صافي. انا مولاي ضاع لي. اش كاينه؟ قلت له 230 ما بغاش. هو شو عطاك واحد الثمن اللي وصل لك؟ نجمعهم كلهم نجيب بحال. وهكذا كنبيع عندهم 180. هو علاش شكر الناس؟ ما بقاش طاح. الناس جبت الرخا يعني دابا. هذا بغى يهلك اللي واخا شكر الله. من هلكك بالله الحال. كنتي شحال من واحد هنا؟ هاد الناس حدا شوف هاد الناس كلينا بيديهم كاع. إلا ديال 180 والله تنبيع. ماشي ديال 180. بعت اللي بقى لك عامل. شريت واحد من اول 150000. ياه ياه كاينه كاينه. اسمينا كيفاش عامل هذا؟ طالعه شويه اخاي براه. واش دابا انا عندي واحد اقتراح مع العقد ديالي كنقول له في العشيه في الليل مره غينقص الحاوي. ما كنظنش يا خايبر. ياه وعلى الزعمه؟ كسابه شابرين الثمن فهمت. ما يتنازلوش. ما يتنازلوش. خو ديالي تبارك الله. الله يحفظك غزال اخ. غنقول لك الاجواء الاخيره السوق كيفاش عامل؟ اجواء زينه تشوف نص كبير باقي ما معايتش والحاولي قليل. قتلوا لنا الحاولي اسبانيا هنايا، الناس ما باغياش الحاولي اسبانيا، قال لك مأثر بالحلوف. سمعتيني؟ الناس فين والعيد؟ السوق خاوي زينه تشوف، دور الكاميرا الناس تشوف الخاوي ديال. ما كاينش الحاولي قطيوة تيقولوا فيه 310. الناس تبكي بالدم هنايا الخاوي ديال. سمعتيني؟ هادشي اللي كاين الخا. الدرويش دابا هو اللي بقى في الاخر. الدرويش البوراني اللي مسانس تعايد بالحاولي دابا الدلغان ما شارفه 2000 درهم وماشي تيبكي.
هادشي اللي كاين الخاوة ديال. اما ناحيه السوق جا واد العام هذا فرعون دخلوا لنا الحاولي اسبانيا، الحاولي اسبانيا الخاوة ديالي ما عرفنا واش مسلم ولا اليهودي. سمعتيني؟ الحاولي اسبانيا كاع ما تخلقوا لنا السوق ما دخلش. لا دخلت شي بركه قليله ولكن انت عارف كواره دالعين، ولكن حنايا هذيك الحاولي اسبانيا الناس ما تسديش. الحاولي اسبانيا الناس ما تسديش، قال لك خصهم الحاولي دخلني فرا ولكن الحاولي دخلني فرا الخاوة غالي. قطيوت تيقولوا فيه 350 320 هادشي اللي كاين الخاوة في الله. خاو ديالي الغزال شفتينا مزيان بخير وطيبة. غنقول لك اليوم واش كانت شي حركة ولا والو؟ حركة موسطة والله إلا الدرويش عاوتاني مقاصح والله العظيم. الدعوة مزيرة فهمتيني الغلا والدرويش لا يدي الحاولي صغير. شنو يبان لك واش الناس كيجيو يتساراو دابا ولا كاين الناس اللي كتجي تشري؟ ما نكذبش عليك 1% كتشري و 90% ما كتشريش. فين هما الغلا بزاف؟ حاولي صغير 4000 درهم بزاف والله الا بزاف. الا دابا حتى المواطن راه محركين شي هاد اللي كتشوف الحاله بحال واقفه والله العظيم. الاخوان ديالي غادي نقولوا هذه هي الاجواء ديال السوق. السلام عليكم وعيد مبارك سعيد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.